تعزيزي الإنفاق الدفاعي بواقع 44 مليار دولار. وستولتنبرغ الأمين العام للناتو كان مميزا وقال أن الارتفاع في مستوى الإنفاق مميز. وطبعا من خلال لقائي في السنة الماضية تحدث عن 44 مليار، أما في هذه السنة فسيكون الرقم بالمئات، مئات المليارات. هنالك اتحاد مع الناتو، هناك الكثير من الايجابيات تجري على قدم الوثاق، والروح مميزه، والكثير من المال يتدفق من خلال الانفاق الدفاعي حسب التوقيت المواتين. اريد ان اشكر السيد الامين العام ستولتنبرغ، شكرا جزيلا، لانه كان رجلا مميزا وقد احرزنا تقدما. وقابلت ايضا رئيسة الوزراء ماي البريطانية بشأن طيف واسع من الأمور الخاصة بعلاقتنا الخاصة، العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وقابلت الملكة والتي هي شخص رائع للغاية، حيث بطبيعة الحال تدرجنا معا، وأتى الحرس الخاص الملكي وكان أمرا ملهما واضح، وهذا بطبيعة الحال مصداق لعلاقتنا المميزة، وكانت الملكة ملهمة للغاية. وعدت من هلسنكي منذ عهد ليس ببعيد، وأردت أن أعقد طبعا لقاء صحفيا بشأن النجاح الباهر. أعتقد أن هذه الزيارة كانت زيارة ناجحة، وكما تعرفون كانت مرتبطة بروسيا. قابلت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محاولة للتصدي للقضايا الملحة التي تواجه البشرية. وطبعا علاقتنا هي كانت الأسوأ منذ أيام، ولكن هي تحسنت على نحو موسع. وتحدثوا عن هذا الأمر في حملة التصالح مع روسيا شيء جيد، والتصالح مع الصين أمر جيد، ليس أمرا سيئا في عقد الأمر، أمر جيد جدا. نحن طبعا قوتان نوويتان، 90% من الرؤوس النووية هي في حوزتنا نحن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، لذلك علاقتنا يجب أن تتحسن. طبعا قابلت الرئيس بوتين، وكان اعتقادي مرتبطا بالديمقراطية والتعاون. وطبعا لدينا علاقة مع الناتو، علاقة مميزة مع الدول جميعها، ولكن الصحافة على نحو غير دقيق غطى المسألة وقال أنني أهنت الناس، وتحدثوا ربما عن هذا الأمر. وقلت أنني عندما غادرت الجميع كان طبعا سعيدا. لقائي مع السيد بوتين كان لقاء مميزا لافتا بطريقة مختلفة، لأن علاقتنا لم تكن جيدة مع روسيا خلال الفترات السابقة. ولكن دعوني أبدأ بالقول أن دعم الأوساط الاستخباراتية الأمريكية أمر أساسي. أنا أثق باستخباراتنا، لقد أطفأ النور، ربما الاستخبارات هي التي أطفأت النور، ولكن لا ضير في ذلك، لا ضير في ذلك، أمر غريب حصل. ولكن إذا أبدأ بالقول أن لدي إيمان تام بوكالة الاستخبارات الأمريكية، وشعرت بشعور عارم لجهتي أن الروس لم يؤثروا على مخرجات الانتخابات. قلت هذا منذ قبل، ولكن أقبلوا بطبيعة الحال الخلاصات التي تمخضت على الاستخبارات الأمريكية التي قالت أنه في عام 2016 بالفعل روسيا تدخلت في الانتخابات، وربما دول أخرى، لأن الكثير من الدول لم يكن ثمة تواطؤ البتة، وقد رأى الناس ذلك. والمجلس والكونغرس طبعا تحدث عن هذا الأمر بملء الفيه، وأنا أوضحت موقفي وقلت أنني استعرضت التقرير. وعندما عدت قلت ما الخطب، طبعا نظرت في
كليب لجهة إجابة أجبت عن سؤال من خلالها وتحققت في الأمر وقلت أنه يجب علي أن أوضح الأمر. كان الأمر بطبيعة الحال جليا ولكن أريد أن أوضح وأقول قلت كلمة ود عبرا عن ودن أي سوف عوضا عن لن يحصل وقلت أنه لا أرى أي سبب يحول دون وجود روسيا أو عدم وجودها وبالتالي فإن الجملة كان ينبغي أن تكون كالتالي. ربما كنت غير واضح في الفيديو ربما وفي الجملة ولكن الجملة كانت عين أن تكون أنا لا أرى أي سبب يحول دون وجود روسيا أو دون كون روسيا قد تدخلت وبالتالي يجب عليكم أن تضعوا هذه الكلمة لأنها تعكس مفهوم الجملة. وتحدثوا عن وكالة الاستخباراتية التي قالت أن روسيا حاولت في التدخل في الانتخابات. إدارتي سوف تستمر في دحض أي جهد وإيقاف أي جهد للتدخل في انتخاباتنا. نحن نقوم بكل ما بوسعنا لكي نحول دون تدخل روسيا في انتخابات عام 2018 انتخابات نصفية ولدينا الكثير من النفوذ كما تعرفون. السيد أوباما حصل على معلومات قبل الانتخابات السابقة انتخابات عام 2016 وقرر أن لا يحرك ساكنا وسبب ذلك كان واضحا لأنهم اعتقدوا أن هيلاري كلينتون سوف تفوز في الانتخابات وعندما فزت أنا بالانتخابات اعتقدوا أن شيئا جللا حصل ولكن أوباما وفرت له معلومات وهذا بطبيعة الحال ما أفضى إلى التناقض. رئيس أوباما وبرانين وكلابر والمجموعة برمتها التي ترونها على التلفاز وتدفع لهم أموال الظهور على التلفاز. روسيا في سبتمبر حاولت التدخل في الانتخابات وهذه المعلومات وفرت لهم ولكنهم دفنوها لأنهم اعتقدوا كما قلت أن هيلاري كلينتون سوف تفوز ولكنها لم تفز. ونحو مناف لذلك إدارتي اتخذت موقفا صلبا حازما لجهة اتخاذ تدابير قوية سوف نتخذ تدابير قوية لكي نضمن منظومة الانتخابات لكي لا تشوبها شائبة. وبالإضافة إلى ذلك كما قيل وكما صرحت سابقا في الكثير من المناسبات ليس ثمة تواطؤ مع الروس. لقد أحرزت تقدما بشأن التصدي للنزاعات. إذا عندما قابلت السيد الرئيس بوتين لساعتين ونصف تحدثنا عن أمور مختلفة وفيما جملتها المشاكل التي تعصف في الشرق الأوسط. نحن منهمكون في مجري في الشرق الأوسط والروس أيضا وقد دخلت في حديثي مع الرئيس فلاديمير من موقف جيد. 716 مليار دولار سوف تضافه إلى خزينة الجيش واقتصادنا متعاف. الجيش سوف يعلو كعبه وسيكون أفضل الجيوش. ومع سيد بوتين أيضا تطرقت لقضايا مختلفة. تحدثنا عن الحرب الأهلية في سوريا والحاجة للمساعدات الإنسانية الشعب السوري وتحدث أيضا عن إيران والحاجة لوقف طموحها النووي وتعطيل جهودها الرامية لزعزعة الاستقرار في المنطقة. وكما تعرفون انسحبنا من الصفقة الإيرانية التي كانت الأسوأ وهذا أثر تأثيرا بالغا على إيران وقد أضعف إيران. نحو المهول ويحدون الأمل ربما أن تتصل بنا إيران في يوم ما لكي نصل إلى اتفاقية مختلفة. ربما إيران ليست هي إيران التي كانت منذ 5 أشهر وهي تولي وجهها شطر البحر المتوسط ولديها مطامع وأعتقد أنهم إذا ما اتصلوا بنا يمكننا أن نصل إلى حل. تحدثنا عن إيران إذن تحدثنا عن إسرائيل وأمن إسرائيل والرئيس بوتين هو منهمك تماما معنا في النقاش مع بيبي نتنياهو لكي نصل إلى شيء ما لا سيما
الملف السوري وأمن إسرائيل على المدى الطويل. وقضية لاحت أيضا تحدث من خلالها عن كوريا الشمالية ونزع السلاح النووي الكوري. روسيا طبعا شدت على يدنا وقال الرئيس بوتين أنه يتفق معي 100% وسوف يقوم بكل ما بوسعه لكي يصل إلى نزع السلاح الكوري الشمالي. إذن النقاشات مضت على قدم وساق وكانت جيدة، والنقاشات مع كوريا الشمالية تمضي على قدم وساق. الرهائن استرجعناهم وليس ثمة اختبارات سوف تقوم بها كوريا الشمالية لتسعة أشهر، والمفاوضات جارية وأعتقد أن العلاقة جيدة جدا. لذلك سوف نرى، ليس لدينا مهلة زمنية، لا نستعجل الأمور، سوف نمضي قدما مع هذا الإجراء. ولكن الرئيس بوتين سوف يكون منهمكا، أعني بذلك أنه معنا ويريد أن تزع كوريا الشمالية السلاح النووي. أيضا تحدث عن تخفيف الرؤوس النووية في كافة أرجاء العالم. كما تعرفون 90% من الرؤوس النووية تحوز عليها دولتانا، وأعتقد أن الرؤوس النووية هي التهديد الأعظم لكوكبنا. نحن قوة نووية وروسيا قوة نووية عظيمة، ويجب علينا أن نقوم بشيء لجهة هذا الملف. إذا هذا الملف تحدث فيه بالتفصيل والرئيس بوتين اتفق معي. هناك قضايا أخرى تطرقنا إليها وهي عميقة، وهذه القضايا إذا ما حلت سوف تنقذ ملايين الأرواح. وأنا أتفهم أن هناك الاختلافات مع روسيا، ولكن أتفهم أن الحوار هو أفضل عندما نتحدث عن الحوار مع روسيا أو مع أي دولة أخرى. الحوار مع روسيا في هذه الحالة بعد علاقتنا المتدهورة أمر مهم وجيد. إذا ما توصلنا مصالح هذا جيد، وإذا ما لم نتوصل فليكن. ولكن هنالك أمور إيجابية حصلت، وأعتقد أن اللقاء الذي جمعني به الرئيس بوتين كان لقاء مهما، وأعتقد أن الروس راغبون لفعل أمور. أنا طبعا لم أكن متأكد أنهم سيفعلون ذلك، ولكن سوف يكون لدينا لقاءات مستقبلية سوف نعقدها، سنرى إذا ما كانت ستأتي أكلها. إذا أردت أن أستوضح ما استعجم وأفتح ما استغلق، وأقول أنني أثق بوكالات الاستخباراتنا لأن موظفيها موظفون مميزون، جينا دانكود وآخرين، لدينا أشخاص مميزون يعملون في الوكالة الاستخباراتية الأمريكية، وأنا أثق بها ثقة كاملة، وقد وجهوا توجيها حسنا، ونحن نريد الشيء ذاته، نريد النجاح لبلادنا. وبهذا سوف نبدأ لقاء بشأن الاقتطاعات الضريبية. كيفن بيرني معنا، وربما سأسأله، أطلب من كيفن أن يتحدث عن الاقتطاعات الضريبية، ومن ثم سوف ننتقل إلى اللقاء المغلق. شكرا جزيلا. إن السلام من خلال القوة هي سياسة خارجية تبلي بالآن حسنا، عندما يكون اقتصادنا مميز وجيشنا مميز وقيادتك طبعا تفي بالغرضين. اليوم نريد أن نعزز من اقتصاد أمريكا أكثر فأكثر. نحن نعتقد أن البداية هي مرتبطة بالأسر الطبقة المتوسطة. إذا اليوم سوف نتحدث عن الحسومات الضريبية لكي ينمو اقتصادنا، ولكي نضيف أيضا 1.5 مليون فرصة عمل، ولكي نحمي أنفسنا من واشنطن ونحول دون سرقتها للأموال الإضافية والفرص الإضافية. إذا شكرا جزيلا لوجودك معنا. وماذا عن التوقيت كيفن؟ توقيت توفير أو تقديم القانون، أعتقد أن مجلس الكونغرس سوف يصوت على هذا في سبتمبر. شكرا جزيلا لكم جميعا.